عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، عواشركم مبروكه، دخل عليكم هاد العواشر بالصحه السلامه، رزق الكثير، طولة العمر. اللي ما مزوجاش، اللي ما دايديها الحنه، الله يسهل عليها. شوفوا راه العرق العرق العروقات يا البنات، كنعرق وكنشف والله العظيم. سخون الحال بزاف بزاف بزاف، حسيت بهذا النهار سخون بزاف، سبحان الله العظيم. مبروك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا حول السلامة والهنا وراحة البال. مبروك عواشركم أحبابي وحباباتي، واحد واحد، وحدة وحدة، وأشنو هاد العرق ديرو جاري المهم يا البنات. شوفوا شعري واخا تصايب، راه بحالا ما تصايبش. المهم هاهي الكسيوة يا البنات القديرة اللي لبست هاد العيد هذا، كيما كتشوفوا ما عرفت علاش ما كينشدوا بزاف. المهم انتما يا البنات كي دايره، واسعه مريحه، وهذا الشيء اللي كاين. وندوزو دابا نحضروا ان شاء الله القطبان، ونوريكم البيده ديالي. من بعد يقدر نخرج ونخرجكم معايا، شوفوا تاني الاجواء ديال برا والاجواء ديال العيد كيفاش دايرين، وخليكم معايا وما تمشيو فين. قولي لي كي جاتني هاد القنيطيره، هاد الزرق هذا واش جا معايا ولا لا. وهاد المشطه غير خربقتها كما قلت لكم، راه العروقات العروقات العروقات. وزدت بالفاخر، خلاص الفاخر كاع زاد سخن القضيه. المهم يا البنات حنا ما درتهاش، غنديرها معكم نيت. مبروك عواشركم وفرحة مشروقة وكبداو شوية. المهم دوزو معايا الطبلة، دوزو معايا الطبلة. بصي مرات خديت هادو ديال العود ديال البنات، ها هو الطبيصيل ديالي، درت فيه الكبدة يا البنات، ودرت فيه حتى الدجاج، بغيت ندير القطيبات ديال الدجاج وديال الكبدة بجوج. هنايا المولاضه والماء كما كتشوفوا، شويه الزويته بلديه، العواشق وداك الشيء، بنينات زويتينات، ناري الزحام. كي كتزحم على هاد الزيتون عرفتي راه مول الزيتون عليه الزحام البارح الصراحه. هنا العنب، هنا كما كتشوفوا الديسير درتو في هاد سميتها هادي. المهم قطعتو هكا وزوقتو بهاد الشكيلات هكا، المهم هاد الشكل هكا باش يجي عاطل المنظر. هاد الشيء اللي كاين احبابي وحباباتي. هنايا درت واحد شويه ديال الشليضه هكا باش نديروها مع القطيبات ان شاء الله، وشويه ديال العنيبات. الخبز يا البنات ما خبزتوش الصراحه، غير شريتو من الحانوت. ولكن الخبز ديال الدار وزوين. المهم هذه هي الطبيله ديالي ديال المسامر هكا، وشويه ديال الديسير. ندوزو دابا نعمرو المسامر، نخليكم معايا ما تمشيو فين. يا بسم الله. عرفتي راه بغيت نشد زعما وجهي ونشد شنو كندير، ولكن ما بغاتش. المهم ما عرفت كيفاش غندير لهاد الاخر باش يتقاد. غادي نعمر شويه ديال القطيبات ونرجع معكم. يا بسم الله. ايوا كي داز نهاركم، كي داز عيدكم؟ ايوا ان شاء الله بالصحه والسلامه، تعيدوا تعاودوا. عرفتوا يا البنات انا كعزيز عليا هذه الطريقه هذه الصراحه، ما عزيزش عليا ندير نلوي الشحمه على الكبده، لان هذه الطريقه كتعجبني كان كيديرها الوالد الله يرحمه، الله يوليه برحمه الله، فبقيت على هاد الطريقة ديالو. المهم غادي نكمل هاد الخير ونرجع معاكم. كيجيو بلاد يا البنات بحال هكا، والله شوية البصلة شوية القزبر شوية الشرمولة هكا، يعني العطرية كيجيو غزالين. الله يرحم الله يرحم جميع موتانا المسلمين يا ربي امين، والله يشافي جميع المرضى المسلمين. المهم القطبان ديالي ها هما كما كتشوفوا، غادي نكمل القطيبات ديالي ونرجع معكم. كما قلت لكم راه درت الدجاج ودرت الكبده. تلاقاو من بعد. المهم يا حبابي وحباباتي ها هو الطبيصيل ديالي،
كما قلت لكم خلطت، درت الدجاج ودرت ودرت هكا القطيبات ديال الكبده. دابا غندوز نجوي ان شاء الله ونرجع معكم تاني. صحه وراحه. هانتوما يا البنات، نحط القطبان ديالي يتشوى صافي، حتى تشويه هاد الخير عادنا عاد زعما ندير المسمرات اخرين ديال الدجاج وسميتو. المهم يا البنات، ها هما القطيبات طابو نحطوهم ان شاء الله. عرفتي راه باقا بين ندير شويه الحنه باش نخرج، عرفتي راه كنبقى نقول بلاتي الوقت غير كيفوت يا البنات. المهم البنات كيدايرين عاوتاني لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيحه لاباس؟ متتابعين ومتتابعات ديالي الاوفياء اش اخباركم؟ كي داز نهاركم؟ كي داز عيدكم؟ كي دازو هاد الايامات جرا جرا جرا؟ تقبل الله منا ومنكم، مبروك عواشركم ثاني. اليوم يا البنات الغد لي كنت اللي قلت لكم غادي نتشاك معكم شويه ديال الحنه، مازال ما درتهاش صافي، عييت وداك الشيء قلت بلاتي خليها كاع حتى الغدا ان شاء الله. اليوم ثاني عيد يا البنات، ثاني عيد. المهم يا البنات غتشارك معكم الحنه اللي غادي ندير، هاد الحنه ديال اروى يا البنات، هاد الحنينه هادي اللي كلشي دابا كيعرفها، زوينه الصراحه، دغيا كدار ودغيا كتحيد. بالنسبه للشكوش عندي شويه ديال الشكوش يا البنات، ولكن فاش خرجت لي تلعبات لقيت تاني الناس مجموعين على الشكوش، قلت بلاتي تقدا لي عندو شي واحد عندو شكوش بدرهم يا البنات، وكاين ديال 5 دراهم. بالنسبه لهذا خليته بدرهم يا البنات، هاد الزواقه غزاله الصراحه عجبتني. هادي الزواقه الصحراويه يا البنات بدرهم، هادي بدرهم يا البنات، وهادي هاد الزواقه عاود هاد الزواقه خليجيه، المهم النقش الخليجي هو المهم كما كتشوفوا يا البنات، هي الزواقه كيفاش دايره. المهم خويت هاد الجوج يا الحباب وغادي نديرهم ان شاء الله، وخليكم معايا متنشفين باش تشوفوا كي غتخرج ليا هاد الحنه هادي ان شاء الله، وكيفاش غادي نديرها، ونوريكم حتى الجليبه ديال العيد ان شاء الله. المهم يا البنات بقيت كنقيس فوق يدي كيفاش غادي نشد العبار، ونسيت واش خدمت الفيديو باش يفيلمي. المهم هاد الزواقه يا البنات ما ليا فيها غادي نقطعها. المهم هادي غنديرها في الظهر ديال اليد، يعني هكا نشوف العبار كيفاش غادي يكون. وما عرفتش كي عندي المهم يا البنات واقيلا غنزلها شويه، نزلها حتى لتحت. المهم ندير هاد العبار هذا كما كتشوفوا بلاتي نقطع، نقطع هاد الخيط اليوم يا البنات. على فكره الجو زوين اليوم، المهم في هاد العشيه هادي برد شويه الحال، اما البارح راه كان صهد 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 ديال بصح. يعني البنات هادي غير كيما قلت لكم غنديرها هكا، ندير البيت ديال باش يبان لكم. صافي البنات غندير لها غير هكا. وبالنسبه للصبيعات نشوف كيفاش غندير، وبالنسبه لهذاك الخليجي يمكن غنديرو في الداخل ديال اليد هذا. هانتوما يا البنات جريتو هذا، جريتو بجد وتقطع ليا في الجنب، شو ماشي مشكل غيتقاد. صافي يا البنات هذا غندير ليه غير هكا، المهم غير نقيسو شويه ديال الحنه ماشي مشكل. هكا يا البنات بالنسبه للصبيعات غادي نجيب واحد الشكوش عندي فيه الصبيعات، هو اللي غندير هكا صباع صباع، حيت بان ليا كانت لي هاد الزواقه كبيره على الصباع. المهم يا البنات بالنسبه لهذا
بالنسبه خديت حتى هاد الزواقه هادي هاد الصباع هادو هما اللي غندير دابا هنا وهنايا. او يا البنات هذا غنديرو هنايا طلع عليا فوق الصباع فوق زعما الضفر، ولكن ماشي مشكل يمكن غنقصو. صافي يا البنات غادي نحاول ندير بومادا هكا ونقادها هكا بصبعي هكا هكا، المهم نبلسها هكا حتى نقادها كامله. صافي ندير هاد البومادا في هاد الزواقه المهم ونخليها شويه تنشف ونغسلها ونرجع معكم. البنات ها هي الحنينه، ها هي ها هي البنات درت نفس الزواقه هنايا. هذه زعما الصحراوي النقشه الصحراويه هذا راه يا البنات ديال الرجل، لا هذا ولا هذا، غير وكان بغيت انا نديرو في اليد هكا باش ندير به صبيه هكا. اوه هانتوما كيفاش جا، هانتوما يا لالا ديال شي تصويره ياك تاتي ندير بها واحد التصويره باش نخليها ذكرى. وهيا البنات الداخل كيفاش داير، ها هو على هذا الشكل هذا. طلقت شويه ديال الصبغه في هذه الجوانب حيت ملي بغيت نزولها بالماء، المهم دغيا تحيد ماشي مشكل، المهم ان الزواقه تقادات. ها هي يا البنات وها هو الظهر ديال اليد، وبصحتها وبصحتكم ان شاء الله بشي راسية ان شاء الله، ونفرحوا ان شاء الله يا ربي. امين الله يسهل على كاع البنات اللي مادين يديهم الحنة فاش دارت ديك تفكرت ديك سميتو اللي كنديرو في العراسات ديال هكا. المهم يا البنات غادي ندوز نوريكم دابا الجليبات ان شاء الله باش نختم معكم الفلوق ديالي، يلا تسناوني. ها هي الجليبه البنات باش تشوفوا اللوين وين درتها في الشويبي يا البنات، الشيبي كما كتشوفوا الزواقه. المهم خدمتها بيدي يا البنات، الزواقه يا البنات خدمتها بيدي بالعقيق، درت فيها هاد الزواقه هذه وحتى الوسط درت فيه العقيق حتى لتحت يا البنات، العقيق في الوسط كامل كما كتشوفوا. والزواقه مشارجيه شويه راه ثقيله تبارك الله، عرفتي لها الزيت راه ثقيله لان الخدمه كامل بالعقيق يا البنات هكا. وشويه في القب درت شويه في القب، هاي راه السطيره هكا دايز بالوسط، حتى الشاشيه البنات خدمتها بيدي بالعقيق، انا اللي درت المهم شاط ليا العقيق وقلت بلاتي علاش لا ما ندير هكا، ودرت العقيدات في التحت. المهم هكا الشاشيه القبيب اللي درت ليه هاد الزواقه، ها انتم يا البنات. صافي هذه هي الجليبه ديالي كما كتشوفوا، حتى تلبس ان شاء الله بالنسبه لي تجي سامبل فيها غير هكا السفيفه والزويوقه هكا. حاولت ندير فيها اللوينات مختلفين باش الا لبستي اي زعما اي بليغه او صا كيجي معاها، واي اكسسوار بغيتي ديري لها الشاليه اللي راه اي لون في هذا في هذه الزواقه راه غيجي معاها. صافي البنات هكا دايره الجليبه ديالي من التصميم ديالي الديزاين ديالي خدمه باليد ديالي. شحال زوين انك ديري شي حاجه بيديك، يعني شي حاجه ديالك فهمتي، يعني انت اللي قاديتيها كتحسي بواحد الفرحه، ماشي بحال الا قادها لك شي حد، حتى ملي كتقادي عند الخياط راه كتحسي بالفرحه، ولكن شي حاجه بيديك انت كتكون تاني سبيسيال. المهم يا البنات هكا كان الفلوق ديالي، كنتمنى انه اوراق الاعجاب ديالكم كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم، ومبروك عيدكم وبصحة كاع داكشي اللي درتو واو الخروف وكاع داكشي اللي درتو، تقبل الله منا ومنكم، ومبروك عواشركم مره اخرى. وما تنساونيش الا عجبكم الفلوق ديالي او الفيديو ديالي ما تحرمونيش من لايك من التعليق الزوينه ديالكم، بارطاجيو في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. باقي هاد الايام ديال العيد هنايا حنا عندنا في جيد سوس كيكونوا الحفلات، كيكون بوجلوس، كيكون كارنفال، كيكونوا احتفالات زوينين، غادي نخرج نصور لكم داكشي وخليكم معنا وما تمشيو فين تشوفوا دوك الاجواء الناس اللي
ما كاينيش زعما ما ساكنيش هنا في اكادير، يشوفوا دوك الاجواء وداكشي. وشكرا لكم بزاف، السلام عليكم.